شيء يصير اي خطر يصير تنسحبوا لي ويا الدقن ويا الحايط ويا الحايط اي شوفوا هم مو يضربون بالنص يصير لما ركضه يرجعون يضربون بالنص تعالي حلقك يلا ما نضرب المتظاهره او الثائره طيبه فاضل اقضي على الهواء هناك مواليد 20 من بغداد شنو اهداف الثوره كل من يقول يعني شنو اهداف الثوره برايك وطن وطن هواي امور كانت قبل الثوره شيء وبعد الثوره صارت شيء احنا جايين بدون ما احد يعرف الثاني وبدون ما احد يدعي الثاني جمعتنا قضيه وطن وعاش العراق احنا كل يوم جاي نتعرض لإبادة جماعية احنا دا نموت على اي اساس شو اللي تتوقعون راح يصير بعد المستقبل اكو اصلاح اكو امل اكيد